حبيبي نمشي له حبيبي نمشي هاي 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 هذا ما هو هذا فين العشرين غبرة هادية غبرة والله شوف والله أنا شاد معكم الريتم اللي قلت ليكم فيديو كل نهار غير هو خرج لي واحد البلان هاد الأيامات هادي كان عندي شي شغل إيرجون فهمتي وكان ضروري خصني قضي هاد الشغل هذا داكشي علاش غبرت عليكم أما أنا راني عند الكلمة ديالي أنا فيديو كل نهار نتمنى عليكم غير لايك وكومنت كل نهار يعني حافظين هاد اللعيبة المهم بلا ما نطول عليكم نكملوا الفيديو طلع طاوله وكراسي جيب كرسي وريح حدا تبارك الله كنكذب عليكم عاتي والله الا توحشت الايامات ديال المدرسه وكذا والطاولات والعشرين كتلقى راسك اربع د العشرين جالسين في طاوله وحده عاتي توحشت دوك ايامات والله مسان فيتوني زعما نقرا معاكم شي نهار ولكن فهمتي الثانوي السيزيام ولا الباك هكذا كنقرا شي نهار معاكم ندوزو غير نشاط وزو وتكون داك الحصه ديال من الخمسه للسته كتكون زاهيه والحال كيظلام عالم اوكي جوجل انا في الدار اهلا يا حفيظ مرحبا في المنزل واخا سيدي حفيظ انا غادي نفتح سيدي حفيظ اوكي جوجل ساغادر المنزل هي الاولى رد قالت كدير عارضين عليك مسيت لك عاود عرقانه تقعد راه تهز لا بصات ولكن الرأي بدا نمشي بهاد الأفكار هادو يقدر يديفلوبي شي حوايج أخرى يعني حنايا في المغرب كنحقرو بعضيات شوش ذا فاك حيوان هذا والله إلا حيوان بالله مشاو تحتي فيهم مساكن كور ما مزيه ما عندهمش مع المشاكل كون تحتي فيا أنا وتجي دير بحال هكا لا في شورت وجاك مجات أحبيبي حنا المغاربة ما عندناش هادشي يعني حنا دمنا سخون على صديقات والأصدقاء ديال فيسبوك مساء الخير عليكم إذا الحجم ديال الكون الهائل مازال العلم لحد الآن ما لقاش الحدود ديالو فين كينتهي الكون مازال ما لقيناش كاين كل مجرة مهما كانت كبيرة فهي كتبقى ما كتبانش بالنسبة لمجرة أخرى من ناحية الحجم لأنها صغيرة بزاف مقارنة مع مجرة أخرى ولكن لنفترض أننا لقينا الحدود ديال الكون وهذه الحدود كانت على شكل واحد الفقاعة فقاعة فيها الملايين والملايين والملايين ديال المجرات وكل مجرة تحتوي على عدد يكاد يكون لا ينتهي من النجوم سير انا والله ما كرهتك عندي شي عشيري بحال هذا حق الرب فهمتي كتلقى كتحاور معاه وانا من هذا النوع اللي كيعجبني هاد النظريات وهاد خونا هذا كان فاهم الحياه مزيان اخوتي من 2013 هو فاهم الحياه سي عزيز بخير خونا سي عبد الله يحفظك الله يحفظك نهار كبير اخويا ملي طلعتينا معاك الله يا ودي نهار كبير بك اخويا العزيز كيدير الامور هانيه دابا باش نسمع هاد الصديق تيعاود على هاد القضية ديال الفم وانا نتفكر واحد جدا الله يرحمها شحال وهي تطلب زعما واحد خالتي على برا وشي وليدات ديالها اخرين خوالي وداكشي تعاونوا معايا نركب واحد الفم نقي فمي ندير فم المهم مسكينة بقات مقاتلة جمعات اخويا شي 3000 درهم ولا 3500 جات عند واحد الطبيبه عندنا في الدرب دقلها شي فم تما كيمات شي 3500 درهم تخيل اخويا عزيز دابا
الله يرحمها مسكينه، هي مركبه الفوم وشحال هي تطلب وداك الشيء. دارتو في واحد البواطه ديال لينوكس، تنقولوا لها امي ركبي فمك ولي بيك، تقول لك غيتكرفس ليا. مسكينه. لا وليدي كيقول لك مخليها الخرجه تقول لك يبقى نقي. لا تكسيطه. لا لا كتقول لك امي انتي ليدي كانتي ديري صايبت لي بواطه ديال لي نوكس. انا نيتها حافظ عليه. مشات لبرا عند خالتي الطاليان وخلاته في واحد الفيترينه، كانوا هذوك الفيترينات قدام، ما داتوش مع الطاليان، قالت لك خافت يتجلى عليها. مسكينه. الناس الكبار كيكونوا نيه مزاك. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، ما نكدش على صحاباتي، ما نكدش على صحاباتي، وما نهضر حتى واحد، وما نهضر حتى واحد، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، ما نخليش المريض ديالي بوحدو، ما نخليش المريض ديالي بوحدو، واخا يجيني الجوع ولا نحتاج طواليت، واخا يجيني الجوع ولا نحتاج طواليت، ونغسل الماتريال ونردو لبلاصتو، ونغسل الماتريال ونردو لبلاصتو، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد. برقص فوق. ما حلفتوش والله ما ندي دانون ديال المريض، خصكم تحلفوا حتى هذه الحلفه هذه نسيتوها. خويا بقى شكمي هو الدراري. واش هادشي؟ واش اخويا؟ نيها. بخير؟ اخويا نيها. انيو. انيا سانيو. شكولي. ما فهمتش الشكولي. شينو. انا كنكتب الثلاث راه باش نقول. شينو ولا كوري؟ ها؟ خويا انا كوري. لا نص كوري نص مغربي. الوالد ديالك. كوري ديال الدجاج نتايا. هذا مقطع من الحجره هذا راه دبار عليها. ديك الام ديال ديك البنت اللي كانت قالت لهم انا مسيحيه وكذا وكذا وكذا، شوف شنو قالت لهم، قضيه حامضه ضد ايه اختي. المشكل ديالي هو هاد واحد السيد انايا سميتو صواب، تسجل مع واحد الدريه صغيره عندها غير 15 عام، وقالت لي وهي مع مريضه عندها امراض نفسيه شويه، كتخرج وكترجع وشحال مره كتخرج ليا كنجيبها، ودابا انا غنتابعو قضائيا حيت تسجل مع الدريه يلاه عندها 15 عام ما عندهاش العقل اصلا، هي هذيك الهضره اللي كتقول لا اساس لها من الصح. الدريه بنتي انايا، انا الدريه مريضه ماشي ما خصوش يسجل مع هذا الشيء ديال انا مسيحيه ولا انا هادي، انا هي ما كت... هي اصلا ما عارفاش اش تتعني هذيك الهضره، مسيحيه مسلمه ما كتعرفش اش تتعني هذه الهضره، انا اللي تنفهم في هذا الموضوع هي راه ما فاهمه فاهمه في والو، غير قالوا لها قولي راها قالت هاد الهضره. انا سمعتها قالت ليهم تعرضت للاغتصاب وانا بنتي انايا، الا كنت عارفه انا ما عارفاش بنتي اصلا انا واش بنتي مغتصبه او طاري لها شي مشكل، حقاش انا كنت مريضه، انا اصلا عندي السكر مريضه شحال وانا مليوحه في الدار، دابا هاد السيده اللي سجل مع الدريه الصغيره راه عندها 15 عام راه ما عارفاش اش كتقول، اخوتي راه ما عارفاش اشنو اشنا هي المسيحيه واشنا هي الديانه الاسلاميه، راه ما فاهمه والو على حتى على حتى من راسها صافي، بغات دير بها البوز ولا ما عرفش كيف فاش كيقولوا لي داكشي، اصلا الدريه مريضه اصلا مريضه الدريه، شحال مره تنقول لها نديك على الطبيب النفساني كتقول لي ماما اديني ماما اديني، فاش كتخرج كتمشي تخرج وتنخلي شحال من مره تنقلب عليها تنجيب، انا دابا الدريه ما عرفتهاش انا فين كاين، بنتي ما عرفتهاش انا دابا فين كاين، ودابا اشتي راس الحمار يا مقطع من الحجرة، شتي شنو درتي؟ رونتي عائلة على قدا صاحبي، خربقتيهم درتي لهم مشاكل، داير استجواب مع بنت عندها 15 عام وكتقول لك حسنات اللي تيدير خوك تجي تشتم انت يلا. اخوان حاجة اللي مازال مبغاش تعرف ليا، كنت شاعل من محلابة، ايه محلابة، كيحسب لي ايزابي ب 10 دراهم، مع خبزة ب 11 درهم، وملي كتاخدي في الحانوت تاخدي ب 9 دراهم. وملي تاخذ الخبزه في حانوت بدرهم هي 10 دراهم، في المحلابه 11 درهم، يعني كيصوب لك بدرهم، يعني يعني الا قلتي لي صوب ليا عرف غتزاد عليك واحد الدرهم، كيحسب عليك الاتعاب ديالو الموس وكذا وفي شويه ديال الوسخ ديال يديه فهمتي البنه. غادي داك الشيء صايبو في داركم 90 بنادم يصايب لك ما ادري اش يدير في المريض أمو دريش تجي لهناس. لا غريب مالك التنمر المغرب. I'm here with زبير
قول لي بشحال شريتي الاوتفيت ديالك؟ هاد السروال اخويا شريته ب 6500 درهم، هاد القميجة ب 4300 درهم من زهرة. شاد الاسئله الخبيثه اللي كطرحوا على بنادم، شحال شريتي الاوتفيت ديالك؟ اش غتستافد اللي قلت لك شحال شريتي الاوتفيت ديالك؟ قول لي اش غتستافد؟ ما غتستافد حتى شي حاجه في حياتك، والو والو ما غتستافد. شحال شريتي الاوتفيت ديالك؟ باغي تعرف الكارسون ديالي تا هو شحال ليه؟ هادشي اللي بقى. شحال شريتي الاوتفيت ديالك؟ هاد الفيديو ديال التفاهه، سولني على شي حاجه اللي غتستافد منها، شنو من الانجازات اللي حققتي؟ شحال من واحد ساعدتي؟ شحال الفلوس صدقتي بهم؟ سول شي حاجه ناضيه بحال هكا، هضره خاويه. عندو الحق، عندو الحق خونا. برا حنا ثقافة القاطع، اللي تيدير شي حاجة كلشي تيتبعو كيدير بحالو، مكاينش بنادم كيتميز ولا كيحاول. وهادشي كيبان حتى في تيك توك، اي كتخرج شي موسيقى كلشي كيبقى يديرها في الفيديوهات ديالو، كلشي حتى ديك الموسيقى كتحماض وكتصدق انت حافظها وانت ما كتحملهاش، كتبقى محفوظة لك وانت ما غادي تحماق، الحماقة خويا. حتى كتخرج ديال الفيديو خاص مني كتشوف فيديو جديد ومنساش لايك كومنت، غتلقاو في فيديو جاي. بيس الله تهلا.